تصدرت الأزمة اليمنية أجندة أعمال مجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث استطاعت الدبلوماسية العربية تمرير مشروع قرار عربي حول اليمن يستند إلى البند العاشر من النظام الأساسي الذي ينص على الدعم اللوجستي للجنة الوطنية الخاصة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، على حساب مشروع قرار هولندي يدعو للجنة تقصي حقائق دولية. وقد سجلت الدبلوماسية العربية انتصارا في اعتماد المجلس للجنة تقصي حقائق وطنية مستقلة في اليمن. موضوع اليمن يحظى بصدارة الاهتمام على المستوى الدولي كما تابعنا، قدمت ملاحظات أساسية هامة من قبل الحكومة اليمنية على التقرير، وأيضا هناك مراعاة واهتمام كبير بما قدمته المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية خلال الفترة الماضية، وصب بشكل إيجابي بمن انعكس بشكل تفهم كبير للوضع في مجال حقوق الإنسان. الجانب الثاني هو تعاضد الموقف الدولي في مسألة دعم اليمن بقدراتها الفنية وقدراتها السياسية المختلفة، وأعتقد هذا أيضا خطوة إيجابية هامة. الحراك الدبلوماسي والسياسي والمجتمعي في أروقة مجلس حقوق الإنسان الذي تقوده المجموعة العربية أثمر عن جهود إيجابية تمثلت في تفهما دوليا للوضع المأساوي والانتهاكات الممنهجة في اليمن التي ترتكب من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح. منذ اليوم الأول المجموعة يعني رتبت الاجتماعات يومية لدراسة التقرير اليمني وموضوع القرار الذي يعني كان يقدم في السابق من قبل هولندا واليمن تحت البند العاشر للمساعدة الفنية. يعني خلال الأسبوعين الماضيين كانت هناك الحقيقة الكثير من الاتصالات والاجتماعات على مستوى المجموعة العربية وأيضا على مستوى المجموعات الجغرافية الأخرى سواء الإفريقية أو منظمة التعاون الإسلامي أو مجموعة عدم الحياز أو مجموعة الفكر المتشابه لشرح موقف المجموعة العربية من أهمية أن يكون قرار اليمن تحت البند العاشر هو قرار للمساعدة الفنية وليس للإدانة، هو قرار لمساعدة اليمن وتقديم بناء القدرات. رغم ضغوطات بعض منظمات المجتمع المدني إلا أن المجموعة العربية نجحت في كشف الحقائق عن الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب اليمني من قبل الحوثي وأعوانه، وذلك عبر مشاورات وتفاهمات دولية أجبرت المجتمع الدولي لقبول المقترح العربي الخاص بتشكيل لجنة تحقيق وطنية في اليمن. اعتماد مجلس حقوق الإنسان للجنة تقصي حقائق وطنية في اليمن هو انتصار للدبلوماسية العربية. طه يوسف حسن، تلفزيون الشارقة، مجلس حقوق الإنسان، جنيف. طه يوسف حسن، أخبار الدار، مجلس حقوق الإنسان، جنيف. المجموعة العربية في مجلس حقوق الإنسان تنتصر دبلوماسيا. تابعوني. طه يوسف حسن، مجلس حقوق الإنسان، جنيف.